التلفزيون لأهم الأخبار من قناة حلب اليوم، أهلا بكم. ميليشيا حركة النجباء العراقية المرتبطة بإيران تستولي على عدد من الأراضي الزراعية العائدة للمدنيين في ريف الرقة بحسب شبكة الخابور. نحو 2 مليون طفل يواجهون الموت في الشمال السوري بحسب بيانات مسؤولين في لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة. مديرية صحة إدلب تسلم اسطوانات أكسجين ومستهلكات طبية أخرى خاصة بمرضى كورونا لمشافي كوفيد ومراكز العلاج المجتمعي في مدينة إدلب وأريحة وكفر تخارين بريف إدلب. 4 دول عربية بينها سوريا تتصدر قائمة الدول الأكثر هشاشة عالمياً بحسب تصنيف منظمة صندوق السلام لعام 2021. صحيفة الوطن الموالية للنظام تكشف عن نية الحكومة رفع أسعار أجور الكهرباء في مختلف القطاعات الاقتصادية بهدف تحفيز المشتركين على الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة لتغطية جزء من استهلاك الكهرباء. قوات سوريا الديمقراطية تلغي الموافقة على منح الإجازات لعناصرها الموجودين على خطوط التماس مع مناطق نبع السلام في ريفي الرقة والحسكة حتى إشعار آخر.